ازيكم الشباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على الدريل. في الدريل هو شبه السنتر ليث، لان الاثنين بيعتمدوا على الروتيشنال موشن. تمام. الفرق ما بينهم ان في السنتر ليث كانت الورك بيس هي اللي بتديني الروتيشنال موشن، خلاص، هي اللي بتديني الحركه الدورانيه، والكاتنج تول هي اللي بتديني الفيد. لكن في الدريل اللي بيديني الروتيشنال موشن هو التول، وهو برضو اللي بيديني الفيد. تمام كده. القوانين تقريبا شبه بعضها، تعالوا كده نكتبها مع بعض. في الدريل مبدئيا كده، انا لما عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل هول، خلاص، دي حاجه. الحاجه التانية عايز يبقى عندي هول وعايز اوسعها، فيا اما اعمل دريلنج يا اما اعمل انلارجنج او بولينج. تمام كده. طيب بيبقى عندي ورك بيس ليها ثيكنس معين تي. تمام. الورك بيس دي عايز اعمل فيها هول بديامتر معين وليكن دي. تمام كده. طيب عشان اعمل الديامتر ده، انا هروح اجيب تويست دريل اللي هي البونطه بتاعتي بنفس الديامتر. تمام كده. بنفس الايه؟ نفس الديامتر. تمام. وهعمل ايه في التويست دريل دي؟ هبتدي اشغل الماشين بتاعتي، فالتويست دريل هتديني الروتيشنال موشن بتاعتي، فهي هتلف روتيشنال سبيد ان واليوم بتاعتها ار بي ام. خلاص كده. من روتيشنال سبيد هروح اجيب الكاتنج سبيد على طول، اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي الباي دي ان، دي اللي هو الديامتر بتاع التويست دريل. تمام كده. طيب وعشان ابتدي اعمل بقى الهول، التول نفسها هي اللي هتديني مين؟ هي اللي هتديني الفيد. الفيد اللي هو كام مليمتر بير ريفولوشن. تمام كده. طيب من الفيد بقى والروتيشنال سبيد اروح اجيب الماشيننج تايم كالعاده، هتساوي ايه؟ هتساوي الماشين لينث على الفيد في روتيشنال سبيد. تمام كده. طيب الماشين لينث هي فين؟ هي المسافه اللي اتحركها التول عشان يعمل لي الهول ده. لو انا عايز اعمل الثيكنس كله، فبالتالي التول اتحرك من هنا لحد ما توصل لاخر الورك بيس. تمام. طيب الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان التول لو وصلت من هنا لهنا وقفت، ده معناه ان هي شالت كل ده كده وسابت لي ايه؟ سابت لي الحبه دول والحبه دول. ده ليه بقى؟ ده لان اي تويست دريل بيبقى ليه حاجه اسمها التول تيب انجل، سيتا، اللي هي دي زاويه راس البنطه. تمام كده. طيب دي بتخلي لي شكل التيب بتاعه التول بتاعتي عباره عن شكل كون كده او شكل مخروطي، خلاص. فانا لو وصلت لهنا، ده معناه ان في حبه اللي بره الجزء المخروطي ده ما اتشالوش، فلازم اخرج بالتويست دريل بره الورك بيس. هخرج مسافه قد ايه؟ المسافه دي بسميها اكس. تمام كده. فبالتالي الماشين لينث هو عمق الهول بتاعتي. لو انا شغال ثرو هول يبقى هاخد الثيكنس كله، لو بلايند هول يبقى انا هاخد حته صغيره كده من الورك بيس. تمام. فأين كان بقى اللي هو الهول ديبث، تمام، هزود عليه الاكس ده، ده يديني مين؟ الماشين لينث، المسافه اللي اتحركها التول كله، هاخدوها اعوض بيه هنا، اجيب مين؟ الماشينينج تايم. طيب الاكس دي تعتمد على ايه؟ تعتمد على الجيومتري بتاع التول بتاعي. تمام كده. طيب عشان اجيبها هقول ايه؟ هقول ان هاف الديامتر بتاع التول دي على الاتنين هضربه في تان 90 ناقص سيتا على الاتنين. السيتا دي اللي هي مين؟ اللي هي التول تيب انجل. تمام كده. طيب واخدها اعوض بيها هنا، اجيب الماشينينج لينث، اعوض بيها هنا، اجيب الماشينينج تايم، وكده ابقى انا خلصت. ماشي. بعد كده بجيب الريت اوف ميتر ريموفال. الريت اوف ميتر ريموفال بيساوي ايه؟ بيساوي باي على 4 دي سكوير فيد في روتيشنال سبيد. الدايمتر ده اللي هو بتاع التول دايمتر، لو هو الهول دايمتر. ماشي كده. طيب هيطلب منك مفهوم مختلف شوية، اسمه ال undeformed chip thickness. ال undeformed chip thickness اللي هي مين؟ اللي هي ال AC. بتساوي ايه؟ بتساوي الفيد على 2 مضروبة في ساين الفا. مين الفا؟ دي ال cutting edge angle او الكاتنج انجل. فاحنا نميز بقى ما بين الثيتا اللي هي التول تيب انجل، والالفا اللي هي الكاتنج ايدج انجل.
تمام كده. طيب بعد كده بقى هبتدي كلامك على الماشينينج باور والكاتنج تورك، تمام كده. طيب الماشينينج باور اللي هي مين؟ اللي هي الريت اوف ميتال ريموفال هضربها في السبيسيفيك كاتنج انرجي بتاعت الورك بيس ماتيريال. ده هيديني مين؟ ده هيديني الماشينينج باور، تمام. والماشينينج باور هي بتساوي ايه؟ بتساوي التورك في الاوميجا، الانجلر فيلوسيتي، تمام. فانا لو عايز التورك اقول ايه؟ اقول ان الماشينينج باور على الانجلر فيلوسيتي. طب الانجلر فيلوسيتي دي اصلا هجيبها منين؟ الانجلر فيلوسيتي دي هي ال 2 باي ان، تمام كده. الانجلر فيلوسيتي هي مين؟ هي 2 باي ان، تمام كده يا شباب. طيب في الاخر خالص الافشنسي بتاعتي هي مين؟ هي الماشينينج باور على الالكتريكال باور، تمام. تمام كده، ده اللي انتوا محتاجين تعرفوه على الدراج. عشان نفهم اكتر تعالوا نحل كده مع بعض مسألة رقم 18. بتقول ايه؟ بتقول ان الدريلنج اوبريشن ذا روتيشنال فريكوينسي اوف ذا 10 سكند ماينس 1. يعني ده مين؟ ده الان بيساوي 10 سكند ماينس 1، تمام كده. والدريلنج فيد 0.25 مليمتر بير ريفولوشن. طيب الميجر كاتنج ايدج دي اللي هي مين؟ دي اللي هي الالفا بتساوي 60 ديجري، تمام. دريل دايمتر از 15 مليمتر، يعني الدايمتر بتاع التويست دريل 15 مليمتر. والسبيسيفيك كاتنج انرجي اللي هي البي اس 2 جول بير مليمتر كيوب، تمام كده. طيب عايزنا نجيب ايه؟ اول حاجه قال لك هات لي الريت اوف ميتال ريموفال. الريت اوف ميتال ريموفال ده اللي هو مين؟ زد دبليو بتساوي ايه؟ بتساوي باي على 4 دي سكوير اف في الان، تمام كده. باي على 4 في 15 سكوير مضروبه في الاف اللي هي 0.25 مضروبه في الان اللي هي كام؟ اللي هي 10. ده في الاخر خالص طلعه لنا بكام؟ طلعوا لنا ب 441. منساش بقى مليمتر كيوبد بير سكند، تمام كده. طيب بعد كده طلب مننا ايه؟ طلب الاند فورم تشيب ثيكنس اللي هي مين؟ اللي هي الاي سي. بتساوي ايه الاي سي؟ بتساوي اف على 2 ساين الفا. اف اللي هي كام؟ 0.25 على 2 ساين 60. يدينا كام ده في الاخر بقى؟ 0.1 مليمتر، تمام كده. طيب اخر حاجه طلبها الدريل تورك. التورك اللي هو مين؟ اللي هو الماشينينج باور على ايه؟ على اوميجا. طيب الماشينينج باور اللي هي مين؟ اللي هي زد دبليو في البي اس. والاوميجا اللي هي مين؟ اللي هي 2 باي ان، تمام كده. زد دبليو احنا لسه جايبينه ب 441، البي اس ب 2، 2 باي في مين بقى؟ ال ان اللي هي بكام؟ اللي هي ب 10. ده يطلع لنا بكام بقى الدريلنج تورك؟ طلعه لنا ب 14 نيوتن متر. هو كده تبقى المسألة خلصت. أتمنى تكونوا فهمتوا. خدوا بس بالكم من حاجه صغيره، ان في الريت اوف ميتال ريموفال في حاله الانلارجنج الديامتر انا بجيب الفرق ما بين تو دايامترز اللي انا ابتدي منه واللي هوصل ليه، يعني دي انيشال سكوير ماينس دي فاينل سكوير، تمام كده. ده عشان اجيب الريت اوف ميتال ريموفال، خلاص ما تنسوش دي بس. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبقى يتفضل يسأل.